السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم في فيديو جديد وسافر مع اسامه. واحنا النهارده في مدينه فينيتسا في اوكرانيا. الحقيقه الفتره اللي فاتت ناس كتيره طلبت ان احنا ننزل ونصور فلوجات في الشارع بالرغم من الكورونا اللي احنا موجودين فيها. فاحنا النهارده اخذنا الباص وجينا على مدينه فينيتسا، المدينه اللي معروفه بانها من افضل المدن للمعيشه في اوكرانيا لانها مدينه كوزي وبتتمتع بالالفه، وفي نفس الوقت مدينه منظمه وفيها مناطق خضراء كتيره جدا، وكمان بتتميز بان فيها اكبر نافوره عائمه في اوروبا كلها، وكمان فيها واحده من اشهر الكليات الطبيه في اوكرانيا كلها اللي هي جامعه فينيتسا الطبيه. فتعالوا النهارده نشوف ايه اللي موجود في فينيتسا. واحنا دلوقتي لسه واصلين، ويمكن احنا دلوقتي عند الباص ستيشن، ويمكن هنا حتى فينيتسا انا لما جيت لقيت ان الباص ستيشن هنا فيها باصات بتروح على اوروبا، على بولندا والتشيك والمانيا، فهي مدينه مهمه الى حد كبير. فيلا بينا نشوف ايه اللي موجود في المدينه. ودلوقتي يا جماعه احنا رايحين من الباص ستيشن على مركز المدينه، والمسافه بينهم تقريبا 20 دقيقه. فاحنا طبعا عشان نروح محتاجين نعدي على الكوبري اللي بيعدي فوق النهر الموجود في المدينه اللي اسمه نهر بوج الجنوبي. وهم بيقولوا ان احنا ممكن ناخد زي كروز كده في النهر ده، بس احنا مش عارفين فين المحطه بتاعتها، هنحاول نشوفها كده خلال اليوم ونصور. والحقيقه الطريق هنا فوق الكوبري ده عليه كل حاجه للمشاة والعربيات وكمان للترام، ففول اوبشن. ودلوقتي بقى يا جماعه مع اهم معلم من معالم مدينه فينيتسا اللي هي نافوره روشن، والنافوره دي بتعتبر اكبر نافوره عائمه في اوروبا كلها، وعشان كده هي مشهوره جدا، ودي اللي عملها بيترو بوروشينكو اللي هو الرئيس السابق لاوكرانيا، وهي موجوده جنب واحد من فروع مصانع الشوكليت بتاعته اللي هي مصانع روشن، عشان كده بيسموها نافوره روشن. وطبعا عروض النافوره الراقصه دي بتكون شغاله كل يوم من الساعه 2 بعد الظهر، ولكن اثناء النهار بتكون شغاله بس النافوره والموسيقى، لكن بالليل بيكون بقى عرض الضوء مع الموسيقى مع النافوره بيكون جامد جدا. فاحنا النهارده طبعا عشان نلحق اخر باص مش هنلحق نستنى ان احنا نوريكم العرض اللي بيكون موجود فيه الضوء، لانه بيبدا على الساعه 8 9 بالليل، ولكن بيكون عرض مميز جدا وانا هحاول احط لكم صور منه في الفيديو. والحقيقه يا جماعه النهارده النافوره ده بالنهار مختلف تماما عن بالليل، يعني انا المره الوحيده اللي جيت فيها فينيتسا من 4 سنين حضرت العرض ده بالليل، الضوء بيعمل شغل جامد جدا مع الموسيقى والنافوره والعرض بيكون جامد جدا. لكن دلوقتي الواحد لما جه بالنهار الموسيقى والنافوره برده يعني مش زي العرض بتاع بالليل. فلو انت حابب تيجي تجرب الموضوع ده، الافضل ان انت تقضي ليله في فينيتسا بحيث ان انت تقدر تقضي العرض بتاع بالليل كله براحتك، لكن هتيجي بالنهار كده يعني برده مش هتحس بالرونق بتاعها زي بالليل. ويمكن يا جماعه المدينه هنا فيها شويه لمحات اوروبيه حتى مش موجوده في العاصمه كييف، زي مثلا ان في شركه عجل اسمها نيكست بايك عندها محطات في اماكن مختلفه من المدينه، والعجل ده موجود انت تقدر تاخده من مكان وتاخد لفتك في المدينه زي ما انت عايز وتسيبه في اي محطه تانية. ويمكن حتى المحطات هنا بتاعتهم شغاله بالطاقه الشمسيه، والعجل ده مفيش حد واقف عليه، انت مجرد بتدخل في كود معين كده بتعمل له سكان وبتدخل على الابلكيشن، وبعدين بتدفع بكارت الائتمان بتاعك، او حتى لو مش معاك كارت ائتمان في اكشاك معينه بتبيع كارت معين تقدر تشحنه عن طريق ان انت تاخد العجله دي. فدي حاجه كويسه برده لان المدينه مش صغيره قوي، فتقدر تاخد دي وسيله تنقل بالنسبه لك، ودي فكره رائعه بصراحه. وطبعا يا جماعه من اشهر المعالم الموجوده في مدينه فينيتسا هي الووتر تاور اللي موجود هنا ده، وده اتبنى سنه 1912 من اكتر من 100 سنه، وده كان مسؤول ان هو بيجمعوا فيه الميه وبعدين يوزعوها عن طريق البايب سيستم لكل الاماكن اللي حوالين مركز المدينه. وطبعا يا جماعه ماكدونالدز في كل حته، وده فرع من 38,000 فرع تقريبا لماكدونالدز في العالم كله. وطبعا يا جماعه من اشهر الميادين اللي موجوده في فينيتسا هو ميدان ليفربول اللي احنا موجودين فيه دلوقتي، وموجود فيه تمثال ومجسم لفرقه البيتلز الانجليزيه المشهوره، وهم كان ليهم اغنيه مشهوره قوي اسمها يلو سابمارين، ففي جزء كده من المجسم عباره عن غواصه صفراء شبه اسم الاغنيه. وحتى الميدان ده موجود فيه كابينه الهاتف كده اللي موجوده في انجلترا والمشهوره جدا، فهو الميدان ده ناقصه حاجه واحده بس بما انه بقى ميدان ليفربول، هو تمثال لابننا صلاح كده والدنيا هتبقى تمام. ودلوقتي يا جماعه تعالوا نشوف مع بعض اهم واكبر حديقه موجوده في مدينه فينيتسا اللي هي جوركي بارك، او اسمها الثاني هو الحديقه المركزيه.
ويمكن من الميزات الايجابيه اللي انا بشوفها في اوكرانيا هو ان في كل مدينه بيكون في حدائق عامه ومناطق خضراء كتيره جدا ومفتوحه، لكن مثلا في بعض الدول اللي انتوا عارفينها تلاقي كده شويه شجر يحط سور حواليهم ويقول لك ادفع تذكره وانت داخل، لكن هنا في كل مدينه الاماكن المفتوحه في كل مكان والناس بتقدر تروح وتستمتع بوقتها بشكل كويس جدا. فتعالوا نشوف الحديقه دي مع بعض. وكمان من النقط الايجابيه هنا ان في مجموعه من الملاعب المفتوحه وفي استاد موجود وفي تمرين هوكي لقيته شغال دلوقتي وناس بتعمل تمارين مختلفه. فتخيل لو انت عايش في مدينه فينيتسا تقدر كل يوم تيجي تخرج في الحديقه براحتك تستمتع بالطبيعه تريح اعصابك، وكمان لو تحب تعمل رياضه تجري او تعمل شويه تمارين او تلعب كوره تظبط نفسك يعني فكله فور فري، فحاجه فول اوبشن بصراحه. ودلوقتي بقى يا جماعه هناخد بريك كده، ناخد الكابتشينو والبيف كورواسون اللي هو محتاج نعمل فيديو عنه لانه حاجه جامده جدا. لكن دلوقتي فعلا الواحد اكتشف ان الموضوع ان في جاليه عربيه كتيره فعلا في فينيتسا ده حقيقه، ويمكن ده بسبب وجود جامعه فينيتسا الطبيه وفي طلبه كتير عرب هنا، في نفس الوقت في عرب كتير مقيمين ومتجوزين في فينيتسا. في نفس الوقت المدينه فعلا بتحس بيها بالالفه وانت ماشي، يعني هي المدينه مش صغيره بس في نفس الوقت مش كبيره قوي، والمدينه فيها كل حاجه انت محتاجها وبتقدر تستمتع بوقتك فيها بشكل طبيعي جدا، مجرد ان انت بتمشي بس في الشوارع يعني هي المدينه راحه حلوه الحقيقه. واللي ورانا ده بقى يا جماعه سكاي بارك، المفروض ان ده الشوبينج مول الاساسي في المدينه، هو شكله من بره كده صغير، فتعالوا ندخل ناخد بصه سريعه. والله طلع حلو يا جماعه الشوبينج مول ده، وفي كل الماركات من بولامبير لال سي وايكيكي، وفي فرع الاكبر سلسله سوبر ماركت اللي هي سيلبون، فايش اللي محتاج اي حاجه وهو موجود في فينيتسا يقدر يجي سكاي بارك هيقدر يلاقي اللي هو محتاجه. وكمان من اهم المعالم الموجوده في الميدان الاوروبي في مدينه فينيتسا هو النصب التذكاري لتخليد ذكرى المحاربين القدماء في الحرب العالميه الثانيه، وكمان موجود جنبه حاجه رمزيه جدا بيسموها النار الابديه، ده عباره عن جزء معين كده فيه نار ما بتطفيش على الاطلاق، لان دي بتدي رمزيه لتخليد ذكراهم للابد. وكده يا جماعه نكون خلصنا فيديو النهارده من مدينه فينيتسا المدينه الجميله وتعرفنا على اهم معالمها. اتمنى الفيديو ده يعجبكم، واكتبوا لي لو حابين نعمل فلوجات ثانيه من كييف والمدن الاخرى، وفي بلاي ليست على القناه اسمها فلوج اوكرانيا فيها فلوجات من اماكن مختلفه جدا في اوكرانيا ممكن تشوفوها لو لسه ما شفتهاش. وخلونا نعمل لايك وشير للفيديو ده لان ده مهم عشان نوصل المحتوى للناس اكتر، ولو اول مره بتشوفونا اشتركوا في القناه وفعلوا جرس التنبيه عشان يوصلكم كل فيديوهاتنا الجايه، ممكن تتابعوني على حساب الانستجرام الموجود في وصف الفيديو ده. شكرا ليكم، اشوفكم الفيديو الجاي وسلام.